الصور سيدتي وسادتي تأتيكم مباشرة من ساحة حمام الفتواكي وعلى امتداد شارع محمد الخامس بالناظور وامتداد كورنيش الناظور. والجماهير الناظورية كمثيلتها في مختلف مدن وأقاليم المملكة تخرج في هذه الأثناء لتعبر عن فرحتها وسرورها وعظيم غبطتها مما حققه المنتخب الوطني من انتصارات متتالية بعد إقصاء المنتخب الإسباني والكندي والبلجيكي. يأتي اليوم إقصاء المنتخب البرتغالي وإنهاء تواجده في مونديال قطر 2022 بفضل الروح القتالية التي عبر عنها لاعب المنتخب الوطني بقيادة وليد الرقراقي. أنقل لكم هذه الصور مباشرة سيداتي وسادتي من ساحة حمام الفتواكي وعلى امتداد شارع محمد الخامس. وكما تشاهدون عناصر القوات الأمنية حاضرة والقوات المساعدة والوقاية المدنية وعناصر الهلال الأحمر المغربي، الكل جاهز وحاضر في هذه الساحة لضمان سلامة الجميع. والكل يعبر هنا عن الفرحة، والكل يعبر هنا عن الغبطة والسرور التي تنتاب كل المغاربة من طنجة إلى القويرة، وهم يعبرون عن فرحتهم بهذه الانتصارات المتتالية التي يحققها أبناء محمد السادس نصره الله على منتخبات عالمية يحسب لها ألف حساب. إقصاء متتابع لمنتخبات دولية كبرى، إقصاء لمنتخب كندا ثم إسبانيا ثم بلجيكا، واليوم يأتي الدور على البرتغال لتنضاف إلى قائمة ضحايا المنتخب الوطني المغربي وبعشرة لاعبين كما أشرت سابقا. هذه الصور دائما تأتيكم سيداتي وسادتي من ساحة حمام الفتواكي وعلى امتداد شارع محمد الخامس ثم على امتداد كورنيش المدينة، والكل يعبر بطريقته الخاصة عن فرحته العارمة وعن فرحته الكبيرة تجاه هذه الانتصارات التي تأتي بالروح القتالية التي أبان عنها لاعب المنتخب الوطني طيلة مدة المقابلة. أعلام وطنية تؤسس هذه الساحة في هذه الأثناء. هزيج وهتافات تعبيرا عن الفرحة التي تغمر أبناء الناظور مثلما تغمر أبناء مختلف مدن وأقاليم المملكة، بل وتغمر أبناء فلسطين والقوى مختلف الدول العربية، وهي تخرج كذلك لتحيي عاليا قتالية عناصر منتخبنا الوطني. الشباب يهتف، أهزيج في كل زاوية من زوايا كورنيش الناظور. الفرحة كبيرة سيدتي وسادتي، تلك التي يعبر عنها أبناء الناظور مثلما يعبر عنها باقي أبناء شعبنا من طنجة إلى القويرة. أبناء شعبنا شعب المسيرة، شعب التحدي، وشعب صنع التاريخ من جديد مع العاهل الكريم جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فتحية للجميع، وتحية من هنا من كورنيش الناظور إلى قطر حيث يتواجد عناصر المنتخب الوطني، وتحية للرياضي الأول جلالة الملك محمد السادس الذي يولي للرياضة عظيم العناية وكبير الرعاية، كيف لا وهو الذي وجه حفظه الله
رسالته التاريخية إلى مناظرة الصخيرات للرياضة. لازلنا معكم سيداتي وسادتي من أمام قبالة النادي البحري كورنيش الناظور، حيث تمتلئ الساحة وتمتلئ ويمتلئ الكورنيش عن آخره بهذه الجماهير التي خرجت مباشرة بعد إعلان الحكم عن صفارة انتهاء المقابلة لتعبر عن فرحتها بهذه الانتصارات المتتالية التي حققتها وتحققها عناصر منتخبنا الوطني. أراد منتخبنا الوطني أن يصل إلى النهاية، وها هو يرسم الطريق للوصول إلى ذلك. ها نحن سندخل في نصف النهاية، وأصبحنا من كبار دول العالم في الشأن الرياضي. هذه سيداتي وسادتي صور رائعة يرسمها أبناء الناظور، وتأتيكم مباشرة من كورنيش الناظور، حيث الأعلام الوطنية تؤسس كل زوايا هذا الكورنيش. هذا ما تسجله اليوم الرياضة الوطنية، هذا ما يسجله اليوم منتخبنا الوطني من صفحات مشرقة من تاريخنا. هذه ما يصنعه أبناء الوليد الرقراقي وهم يتحدون كل الصعاب، لأن هناك الطموح، هناك الأمل، هناك الثقة. الثقة هي التي جعلتنا نواصل السير ونعبر عبر عدد من المعابر. عبرنا كندا، ثم عبرنا بلجيكا، وعبرنا إسبانيا، واليوم نعبر البرتغال وبعشرة لاعبين كما أشرنا. هتافات وأهازيج تأتيكم سيداتي وسادتي من هنا، من ساحة حمام فكواكي. ها هم شباب الناظور، شباب الناظور يردد ويهتف بالمنتخب الوطني. الفرحة بادية على وجوه الجميع هنا، الفرحة بادية على وجوه أبناء الناظور. هم جزء من أبناء هذا المغرب العتيد، هذا المغرب القوي صانع المعجزات. هو شعب المسيرة، المسيرة التي حررت أقاليمنا الصحراوية، المسيرة التي شيدت وبنت مغربا جديدا بقيادة عاهلنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله. تحية لكم سيداتي وسادتي من هذه الساحة، وأنتم تتابعون هذه الصور وهذه الأهازيج التي تعبر عن الفرحة وعن الغبطة وعن السرور الذي يغمر قلوب أبناء الناظور بهذه الانتصارات المتتالية التي تحققها عناصرنا الوطنية المشاركة في منافسات مونديال 2022 بقطر. وتستمر احتفالات أبناء الناظور بهذه الانتصارات الرائعة التي يحققها لاعب المنتخب الوطني، وبقتالية كبيرة وبدفاع عن القميص وبروح حماسية كبيرة. وكما تلاحظون سيداتي وسادتي، عناصر القوات الأمنية والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية كلها حاضرة من أجل ضمان سلامة وضمان أمن الجميع. هذا هو المغرب القوي بأبنائه، هذا هو المغرب القوي الذي يصنع التاريخ اليوم. إنها الحضارة تكتب، إنه التاريخ. وما أدراك ما التاريخ؟
تاريخ هذا الشعب العريق من ساحة حمال فتواكي ومن كورنيش مدينة الناظور. تتابعون معنا سيداتي وسادتي هذه الصور الرائعة التي ترسمها جماهير الناظور، وهي تعبر عن فرحتها بهذه الانتصارات التي تحققها عناصر الفريق الوطني المغربي. وعلى امتداد كورنيش الناظور تتابعون تقاطر أبناء الناظور على هذا الكورنيش للمشاركة في الاحتفالات الشعبية التلقائية. مثلهم مثل باقي أبناء شعبنا في مختلف ربوع المملكة وفي مختلف ربوع الدول العربية والإسلامية وفي دول المعمور، حيث يتواجد إخواننا الأعزاء من مغاربة العالم، مغاربة العالم الذين يشاركون في رسم هذه الانتصارات من خلال مجموعة من اللاعبين هم ينتمون إلى مغاربة العالم. فتحية لهم جميعا، تحية على هذه الانتصارات التي أدخلوا بها الفرحة على قلوب المغاربة في كل نقطة من نقط هذا الوطن الحبيب. الأعلام الوطنية تؤسس هذه الساحة وهذا الكورنيش، والكل يعبر بطريقته الخاصة عن الفرحة الكبيرة التي تغمره وهو يشارك فرحة الانتصار. الانتصار اليوم يأتي على البرتغال وبعشرة لاعبين، حتى لا ننسى 10 لاعبين نضمن بها المرور إلى الدور المقبل، المرور إلى نصف النهاية. 10 لاعبين وبنتيجة حافظنا عليها منذ الشوط الأول، تمكننا من خلالها من تحقيق طموحات الشعب المغربي. إنها الفرحة، إنه السرور، الفرحة الكبيرة التي تغمر الجميع بعد الروح القتالية التي أبان عنها عناصر ولاعب المنتخب الوطني المغربي هذا المساء. قد أكد اللاعبون بأن المستحيل ليس مغربيا، المستحيل ليس مغربيا، فعلا هم يصنعون التاريخ، هم يكتبون التاريخ، هم يرسلون أجمل الصور في هذه الساحة اليوم. هم أبناء الناظور كباقي أبناء ربوع المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. شباب يحمل أعلام الوطنية تعبيرا عن الفرحة وعن السرور وعن الغبطة التي يشعر بها ويعتز بها كل مغربي. تحية لقواتنا الأمنية التي يجدها المواطنون بجانبهم اليوم حفاظا على أمنهم وسلامتهم حتى تمر هذه الأفراح في أحسن الظروف. زلنا معكم سيداتي وسادتي من ساحة حمال فتواكي، حيث ننقل لكم هذه الصور الرائعة، صور أبناء الناظور وهم يحتفلون بهذا الانتصار الرائع الجديد والذي يأتي اليوم كما قلت على المنتخب البرتغالي. هنيئا لنا بهذه المكاسب، هنيئا لنا بهذه الانتصارات. هذا هو شعب المسيرة،
شعب المسيرة الذي يتغلب على الإكراهات ويتغلب على كل الصعاب، وهكذا كتب علينا أن نبقى شعب التحدي في كل شيء. جماهير الناظور، جماهير الناظور خرجت مباشرة بعد إعلان الحكم عن نهاية المقابلة مع المنتخب البرتغالي لتلتحق بالساحات وبالشوارع ولتعبر عن فرحتها الكبيرة التي تغمرها وهي تحقق انتصارا آخر، وهذه المرة على منتخب يحسب له ألف حساب هو منتخب البرتغال. هذه هي الصور الرائعة التي تأتيكم مباشرة في هذه الليلة السعيدة من كورنيش الناظور، وعلى امتداده خرج أبناء الناظور ليعبروا عن فرحتهم بهذا الإنجاز الرائع. تحية لكم جميعا سيداتي وسادتي، وأنتم تتابعون عزيزاتي أعزائي أصدقائي تتابعون هنا عبر صفحتكم التواصلية هذه الصور التي تأتيكم مباشرة من كورنيش الناظور، وهي لأبناء الناظور يخرجون مثل ما تخرج جماهير باقي المدن، بل وتخرج جماهير شعبنا في غزة وفي القدس وفي القاهرة وفي مختلف بقاع العالم لتعبر عن الفرحة وعن الدعم والمساندة لمنتخبنا الوطني المغربي لكرة القدم، ولتحيي الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا هو المغرب الذي يصنع التاريخ اليوم، يصنع المزيد من الأمجاد. وتستمر الفرحة وتستمر الأفراح ويستمر التواجد الناظوري في الساحة للتعبير عن الفرحة التي تغمر الجميع. هكذا يبدو كورنيش الناظور هذه الليلة، وقد اشتعل بالهتافات وأسس بالأعلام الوطنية، والكل يحيي ويشيد وينوه عاليا بمجهودات عناصر منتخبنا الوطني وعلى هذه الأهازيج والهتافات. ما زلتم تتابعون، قلت سيداتي وسادتي، هذه الصور الرائعة من كورنيش الناظور، الفرحة فرحة الانتصار على المنتخب البرتغالي في انتظار القادم. نحن نواصل السير، سير سير سير، نواصل السير ونعبر كل مرة معبرا خاصا. عبرنا معبر كندا، معبر بلجيكا، معبر إسبانيا، واليوم نعبر معبر البرتغال، والباقية آتية إن شاء الله. إلى هنا سيدتي وسادتي، أحييكم مرة أخرى وأشكر تجاوبكم وأشكر لكم تفاعلكم معنا هنا عبر هذا اللايف
وإلى فرصة قادمة أستودعكم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء. شكرا عزيزتي أعزائي. الله يصلح. هانيه.